إذا للحديث عن تكرار حالات وفاة المعتقلين في السجون الحكومية ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي. أستاذ علي، مرحبا بكم. بداية، ماذا تعني وفاة معتقل آخر في سجن الناصرية رغم كل التحذيرات من سوء الأوضاع الصحية داخل هذه السجون الحكومية؟ أولا تحية لك ولمستمعيك الكرام وللعراقيين جميعا ولذوي المعتقلين. نعم، الحقيقة أن عدد المعتقلين الذين وافتهم المنية نتيجة الإهمال الصحي والتعذيب يبلغ عددهم حوالي 8 معتقلين. نعم، من سجن الناصرية وسجن المطار وسجن المثنى وسجن وغيرها من السجون. نعم، أما لا تعني هذا الأمر فيعني أنه لا زال هناك عمليات يعني قتل ممنهج في مسالخ وليس السجون يرزح به آلاف بشر، عشرات الآلاف من العراق الأبرياء بسبب انتمائهم يعني انتمائهم الطائفي كل جريمة اقترفوها. نعم. أستاذ علي، في هذا الإطار هل يمكن أن نتحدث عن إهمال حكومي متعمد في موضوع السلامة الصحية في السجون؟ لماذا تتجه السلطات الحكومية هذا السلوك تجاه المعتقلين؟ الحكومة العراقية تمتلك أحزاب وميليشيات طائفية تمارس التمييز العنصري ضد المعتقلين الذي ينتمون إلى الطائفة السنية، وهذا أمر أصبح مفهوم لكل العالم. نعم، لا يعتبرون عراقيين ويعتبرون أعداء ويعتبرون متهمين كلهم يعني معتقلين لأسباب طائفية أو مخبر سر وغيرها من الأشياء. لا نستغرب أن هذه الحكومة والحكومات التي سبقت لم يكن في يوم من الأيام لديها انتماء للعراق. أستاذ علي، لو تطرقنا إلى أحاديث أهالي المعتقلين، هم يتحدثون عن حرمان العديد من المعتقلين من الحقوق القانونية، ولكن إلى أي مدى يكرس فكرة أن ما يجري هو عقاب جماعي سواء للمعتقل أو لذويه؟ لا شك أن ما يجري هو عقاب، يعني عقاب على أساس حق طائفي وعلى أساس انتماء للمعتقلين ولذويه. ما يجري هذا الأمر يعني نحن نشهد أن هناك تقليين ارتكبوا جرائم وأطلقوا صواريخ على مطارات وعلى سفارات وتم اقتراحهم بعد يومين. نعم. أو أكثر، يعني يومين أو ثلاثة صحد. لكن هؤلاء المعتقلين أو المختطف نستطيع نسميهم لأنهم لم يرتكبوا قريمة، لم يرتكبوا، كلهم معتقلين على أساس طائفي. نعم. وبسبب انتماء طائفي ومن مقرين سريين وقصد التهجير والإذلال والإهانة والقتل والإهانة. لا نستغرب هذا الأمر، صحيح قلت صحيح، هذا يؤثر يعني بشكل فاعل وحارثي على ذوي المعتقلين الآن الذي يهدون أبنائهم ويموتون جوع عطشا أمامهم. أستاذ علي، نسمع دائما عن مصطلح العفو العام، ما الذي يمنع الحكومة أو الحكومات المتعاقبة من إصدار عفو عام عن المعتقلين في العراق رغم التثبت بوجود معتقلين بناء على وشايات المخبر السري، وأيضا هناك محاكمات توصف بأنها غير نزيهة اعتمدت على انتزاع الاعترافات بالعنف والإكراه، لماذا لا يتم إصدار قرار عفو عام عن المعتقلين؟ ما السبب في ذلك؟ يا سيدي الكريم، العراق في الدولة الوحيدة بالعالم الذي ناقش منذ أكثر من 10 سنوات قرار عفو عن المعتقلين الأبرياء، أؤكد المعتقلين الأبرياء. هذه كارثة وسابقة خطيرة منذ أكثر من 10 سنوات. سبب عدم وجود هذا العفو أنه يعلمون هي بالأساس عملية انتقالهم عمل انتقامية قائمة على الطائفية، يعني حفلات الدهم والاعتقال تمت على اسس طائفيه، واذا رجعت ما يسمى داعش الكل يعلم ان داعش عددهم لا يتجاوز 2000 او 3000 اعتبار
تعتبر حكومة. نعم. أم 3000 المغيبين قسرا والمعتقلين والمختطفين، هذا الأمر يتعدى هم متهمين وغير متهمين، هم لأنهم ينتمون لهذا المكون أصبحوا لتلك الميليشيات. ومسألة الزرع يعني ها وصمة عار في جبين من يدعون تمثيل هؤلاء الناس. كيف لعشر سنوات يناقش، أكثر من سنوات صار يناقشون عفو عن المعتقلين الأبرياء. نعم. هم يقرون بأنهم معتقلين أبرياء، وهذه جريمة يعني بحد ذاتها أن تعتقل قتال بريء. من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق علي القيسي، شكرا جزيلا لكم.